قبل 3 أسابيع من تولي جو بايدن الحكم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، صعدت الصين بتناميها الاقتصادي المتسارع، حيث أبرمت اتفاقا شاملا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستثمارات. انشغال أمريكا بخلافاتها الانتخابية ونتائج الوقوع في فخ كورونا الذي أشغلها بدفن الضحايا. يفتح مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أوراق الأيام المقبلة تحت مجهر التحليل والحصول على المعلومات الحصرية لقراءة الواقع الاقتصادي المقبل. ويكشف الشيخ أكرم زنجنة عن تفاصيل تقلب موازين الاقتصاد العالمي الجديد، تمس دول العالم واقتصاداتها واستثمارات الأعمال والصناعات. كانت الصين تصنع مجد الاقتصاد الذي تطمح إليه، ففي 20 الثاني الماضي أبرمت أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم، شمل 15 دولة، يضم الاتفاق 10 دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، أضخم اتفاق للتجارة الحرة. فتح ترامب الباب أمام تشي جينغ بينغ شيخ المفاوضات الصينية بعد تخلي الجمهورية عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي كانت تشمل غالبية الدول المشمولة بالاتفاق مع الصين عام 2018. الصين بلدوزر الاقتصاد العالمي يزحف من جديد. حققت الصين 2% نسبة نمو رغم نهاية عام كارثي على البشرية، ومع انشغال أمريكا بأسوأ أزمة صحية قد تصل الصين إلى نسبة نمو تبلغ 8%، ما يكشف عن تأهيلها خلال 7 سنوات لأن تتقدم على أمريكا. كيف سترد إدارة بايدن على تحدي الصين مع تمدد الصين وتشعبها في كل الاتجاهات ومحاولة ميلها للحفاظ على الوضع القائم؟ تمارس لعبة ميزان القوى في آسيا منافسة أمريكا. تتجه سياسة أمريكا الخارجية إلى تصحيح أخطاء ترامب، التخلي عن سياسة أمريكا أولاً التي صنعت الانعزال لواشنطن عن حلفائها، حتى سارع بايدن لإعادة اتفاقية باريس للمناخ ولمنظمة الصحة العالمية، وقد يسعى إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة. تشكيل تحالف جديد يجمع الجغرافيا المختلفة لمواجهة الصين. يضم التحالف الجديد الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا. التحالف العملاق تكمن قوة التحالف الخماسي بعناصر قوته، إذ يجمع حق الفيتو الأمريكي والبريطاني والعسكرية والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة. التحالف يولد تحالفات. التحالف العملاق يفتح الأبواب لانضمام دول مثل إسرائيل وفرنسا وألمانيا وسنغافورة والفلبين ودول عربية، واحتمالية انضمام فيتنام التي ترفض أي هيمنة خارجية سيما من الصين. أمريكا تقيد التنين الصيني في الألفية الثالثة. حلف 5 دول الرئيس ستقود التفاعلات الدولية والعالمية لمئة عام المقبلة، حتى لا تسمح إدارة بايدن فرض ليبرالية أمريكا وتحجم قدرة التنين الصيني.